إذن نرحب مجددا بأعضاء لجنة التحكيم ومسؤول الساحة، وتنطلق الآن البطولة التي يحملن كنوز الأبطال في بطونهن، بطولة الأفراس. كل التوفيق لجميع المشاركين في هذه البطولة، ويبدأ الآن العرض الفردي لكل فرس على حدة.
إذا نشاهد الآن الفئة الجميلة، فئة الأفراس، وفي بطولة تحديدا الأفراس هنا الختام، هنا يتم تحديد بطلة الذهب، الفضة، البرونز. ولأن نسب الجيادة العربية الأصيلة مهم ومن أولويات أيضا كل مالك ومربي وكل عربي أصيل من قديم الأزمان، فإصدار الشهادات للخيل ليس أمرا مستحدثا، بل هو عرف قديم، عرف قديم سار عليه البدو. فعند ولادة كل مهر أصيل يجتمع عدد من البدو ويكتبون شهادة تثبت اسم أبيه وأمه وصفاته المميزة، ولا يذكر عادة أسماء جدود المهر في هذه الوثيقة، لأن أصالة نسبي الأم والأب تكون معروفة مشهورة لدى أفراد القبيلة، والكثير من الخيل تنتمي لدى البدو إلى أصول معروفة مشهورة، بحيث يمكن أن تثبت نقاوة دماء المئات بل الآلاف منها، وتكتب شجرة النسب غالبا في قطعة صغيرة من الجلد وتغطى بقماش مشمع وتعلق برقبة الفرس أو الحصان. هكذا منذ قديم الأزمان يهتم العرب بنسب جيادهم العربية الأصيلة حتى يومنا هذا. ونقول الخيل لنجد الجد تعرفها فرسانها، الخيل لنجد الجد تعرفها فرسانها، سلايل عن أب وجد مثبوتات رسانها، الخيل لنجد الجد تعرفها فرسانها، سلايل عن أب وجد مثبوتات رسانها، نكرمها بعز ودلال ونقدم ملزومها، عية ما تنباع والسايم ما يسومها، دايمة يا ظهور العز حماية لحدودنا، هيبة جاه وثروة كنز يا ميراث جدودنا. إذن نشاهد هنا العرض الأخير لبطولة الأفراس، الخطوات الأخيرة لأعضاء لجنة التحكيم إلى خارج الميدان، وأيضا لحظات تغادر هذه الأفراس، ومن ثم اللحظة الحاسمة، بطلة الذهب، من هي يا ترى من هذه الأفراس التي تقف أمام أعيننا الآن بمفاتنها وجمالها؟ فوصولهم إلى بطولة الأفراس هن صفوة فئات الأفراس. إذن من صفوة الأفراس الآن ستقلد بالذهب والفضة والبرونز. نرجو من جميع العراض وجيادهم المشاركين في بطولة الأمهار بعمر السنة التواجد في ميدان الإحماء. Please handlers be prepared at the warm-up arena for the next championship, which is yearling colts. This program is offered by The sea is a rich and mysterious world that holds the treasures of our past and the mystical vision of what the future holds. The land is a secure home where our ancestors have brought traditions alive and nurtured culture. From the sea and the land, Alcor Stun, reflecting culture and heritage.
This program is offered by إذن النتائج أتت كالتالي: في بطولة الأفراس في بطولة منطقة مكة المكرمة 14 لجمال الجواد العربي الدولية، البطلة البرونزية في بطولة الأفراس برونز ميدل سينيور مير تشامبيونشيب جوز فور مير نمبر 95 سلطانة دي دريم. ألف مبروك أستاذة هنا حجار مربط الهنا، congratulations bronze medal سلطانة دي دريم. إذن بانتظار دخول البرونزية السلطانة دي دريم، ألف مبروك. إذن بوجود البرونزية سلطانة دي دريم بانتظار دخول البطلة الفضية في بطولة الأفراس سيلفر ميدل سينيور ميل تشامبيونشيب جوز فور 82 اكسلتد امبرس جي بي كي. ألف مبروك أستاذ عبد الرحمن القحطاني، ألف مبروك مربط النصار للخيل العربية الأصيلة. وين الفضية؟ اكسلتد امبرس جي بي كي هي تتبختر الفضية في الميدان، إكسلتد إمبرس تي بي كي، ألف مبروك.
إذن بوجود البرونز، الفضة، الذهب. البطلة الذهبية في بطولة الأفراس Gold Medal Senior Male Championship goes for 100% Just Love الجاسمية فيصل الحقباني مربط النو الجميلة الذهبية Just Love الجاسمية Congratulations Gold Medal. ألف مبروك سلطانة دي دريم، ألف مبروك إكسلتد إمبرس جي بي كي، ألف مبروك البطلة الذهبية جاست لاف الجاسمية، وألف مبروك السيارة. يتوج بطلات هذه البطولة بطولة الأفراس الشيخ هشام بن حسين باشا رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة لبطولة منطقة مكة المكرمة الدولي 14 لجمال جواد العربي تنظيم مزرعة الصوارف. Thank you.
نشكر الشيخ شيم هشام بن حسين باشا رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية 14 لجمال جواد العربي لتتويجه بطلات بطولة الأفراس.